الأقمار الصناعية تسجل شيئاً غريباً تحت رمال الصحراء. ما هو الشيء المختفي تحت رمال الصحراء؟ ولكن قبل أن نبدأ ندعوكم بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم منا كل جديد. في المركز الأول لدينا الثلوج التاريخية في الصحراء، لأنه رغم أن هذا يبدو أمراً مستحيلاً تماماً، تم تغطية الصحراء الحارة تماماً في النهاية بالثلوج في مرتين، الأولى في 18 من فبراير من عام 1979 بالتحديد على الحدود الليبية مع الجزائر وتونس، بينما كانت المرة الثانية بعدها بنحو 40 عاماً في 8 من يناير من عام 2018. وأكدت وسائل الإعلام المختلفة أن 45 سنة على الأقل من الثلوج غطت سهول مدينة عين الصفراء الجزائرية في ولاية النعامة. وربما نتساءل لماذا وقعت هذه الظاهرة الغريبة، إذ أنه وفقا لما أعلنه الخبراء ترجع هذه الظاهرة عندما تحل موسم الهواء البارد والرطوبة، ويتسبب هذا في هطول المياه والثلوج، ما يسفر عن تغطية المنطقة بأكملها بالثلوج في مشهد رائع. لكن دائما ما يكون غير معتاد. ورغم ذلك تؤكد بعض المصادر أنه رغم هذه الثلوج التاريخية ظهرت في أكثر من مرتين في الأعوام الأخيرة، وبالتحديد في 1979 و2016 و2018 و2021. لكن يبدو أن أقواها كانت تلك التي وقعت في أول عامين. أعلى نقطة في الصحراء الشهيرة، أشير إلى جبل إيموكسي والذي يمثل بركاناً بارتفاع 3415 متراً فوق مستوى سطح البحر، بالتحديد في شمال تشاد في أفريقيا الوسطى. تغطي قاعدة هذا البركان مساحة 60 كيلومتر أي 80%. كما يحاط بهذا البركان بحيرتان بركانيتان، أحدهما خارجية والأخرى داخلية أقل بكثير، والتي تحتوي على حمم بركانية ورماد. وعلى النقيض، فإن النقطة الأكثر انخفاضاً في الصحراء تقع في منخفض القطارة شمالي غرب القاهرة على بعد 133 متر تحت مستوى سطح البحر. كمية المياه تحت الصحراء وفي مناطق أخرى من أفريقيا. أكد عدة علماء في مطلع عام 2012 أن موارد المياه تحت الأرض تتواجد على عمق 75 متراً، يمكن أن تزود أفريقيا بأسرها مع توفير الاحتياجات للاستهلاك والزراعة. ومع ذلك لا يعد استخراج هذه الموارد لن يمثل مهمة سهلة، لأنه وفقاً لما يؤكده الخبراء في المنطقة أن حفر هذه الطبقات الضخمة قد يؤدي إلى نفاد هذه الموارد سريعاً وتكسير التربة تماماً، وهذا يمكن مشاهدته في هذه الصورة. وامتلاك هذه الطبقات من المياه الجوفية القديمة للمرة الأولى منذ 5000 عام وتسع 670 ألف متر مكعب. ولهذا السبب يتفق العديد من الخبراء على أن استغلال هذه الموارد من المياه يعد الأفضل لأكثر من 330 مليون شخص للحصول على المياه المتاحة للشرب. واندهش الباحثون أكثر لاكتشاف بئر مياه ضخم ظهر في شمال نابيبيا، والذي يمكن أن يحل مشكلة المياه لأكثر من نصف سكان قارة أفريقيا، لأن هناك أماكن يتسبب فيها غياب صنابير المياه بجانب ارتفاع معدلات التلوث في تعرض الأشخاص لأمراض مثل الإسهال الشديد، وحتى يتوفى منهم البعض. ولهذا السبب يتفق الكثيرون على أن أفضل القرار استغلال هذه الطبقات للمياه الجوفية بشكل سليم تحت سطح الأرض في أفريقيا، هو استشارة المتخصصين المؤهلين في علم المياه الجوفية الهيدروجيولوجيا، والذين يمكن أن يشرفوا على عملية حفر الآبار الضخمة. ماضي الصحراء. بعد العصر الجليدي تحولت هذه الصحراء إلى منطقة تتألف من السهول الضخمة والمرعى، والتي تضم بحيرات وتشهد بشكل معتاد هطول الأمطار، وهذا ما تم التأكد منه بفضل دراسات جرت في جامعة ستوكهولم وكولومبيا وأريزونا. لأن الباحثين في هذه المراكز التعليمية الشهيرة أكدوا أن الصيادين وجامعي الثمار الذين عاشوا في فترة ما في الصحراء الخضراء تركوها منذ 8000 عام
نتيجة فترة جفاف طويلة استمرت لأكثر من 1000 عام. وهذا إندل يدل على أن ما يظهر حاليا يمثل أرض قاحلة ساخنة كانت في الماضي عبارة عن غابة للعديد من الصيادين وجامعي الثمار، والذين كانوا يعيشون على التنوع الحيواني والنباتي في المنطقة، كما كانوا يستمتعون أيضا بظروف رائعة لأنهم كانوا يجدون بحيرات دائمة، ودائما ما كانوا يحظون بمياه الأمطار الوفيرة. وتأكد كل هذا من خلال الدراسات المتنوعة التي أعادت بناء المناخ والنباتات في الصحراء في آخر 10,000 عام. وتم التأكد من وجود مياه أمطار وأحافير صخرية في شمال أفريقيا، والتي كانت واضحة تماما للباحثين. درجات الحرارة المرتفعة في الصحراء. ولأن هذه الصحراء تعد الأكثر سخونة في الكوكب، وسجلت معدلات درجات حرارة قياسية في عام 1922 عندما بلغت 58 درجة مئوية. ومع ذلك أكد الخبراء أن صخرة معرضة للشمس يمكن أن تبلغ 70 درجة مئوية. لكن يجب الأخذ في الاعتبار أن هذا يعتمد أيضا على المنطقة وفترة العام، لأنه مع ارتفاع درجة الحرارة فإن المعدل القياسي يمكن أن ينخفض إلى 10 درجات تحت الصفر. كما أنه مع غروب الشمس فإن درجة الحرارة في الصحراء يمكن أن تنخفض من 40 درجة مئوية خلال النهار إلى 2 أو 3 درجات تحت الصفر خلال الليل. لذا فإنه وفقا لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، فإن هذا التغير الحاد يحدث نتيجة عاملين رئيسيين هما الرمال والرطوبة، لأن الرمال لا تحتجز الحرارة بشكل جيد للغاية، وبذلك فعندما تضرب الشمس الصحراء فإن رمال الطبقة العليا تمتصها وتطلق حرارة الهواء، فخلال النهار تقوم الرمال الساخنة برفع درجات الحرارة، وعلى العكس فإن الحرارة تطلق في الهواء، ولعدم وجود شمس تقوم بتسخين هذه الأجواء، فإن الرمال وكل ما يحيط بها تصبح أبرد من السابق، ما يسفر عن انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير. كما أنه في ظل هذا التغير الحاد من درجة الحرارة يجب النظر إلى الرطوبة، لأن عدم وجود رطوبة يسمح لهذه المنطقة الجافة أن تتعرض للسخونة بشكل سريع، لكنها تبرد بنفس السرعة، وهو الأمر الذي اعتادت عليه الحيوانات التي تعيش في هذه الصحراء، لأنها تتكيف تماما على هذا الموطن، وخاصة الثعابين التي تمثل الأنواع الأكثر شيوعا في هذه المنطقة القاحلة من الكوكب. جمال الصحراء الشهيرة. من المؤكد أنك لا تعلم أن هذه الحيوانات أدخلت إلى الصحراء لتحل بديلا عن الخيول، وحدث هذا منذ نحو 200 عام ميلاديا، عندما توصل سكان هذه المنطقة أن الجمال تتميز عن الخيول لأنها لديهم القدرة على التحرك بشكل أسرع والسير بين الرمال. كما تتمتع الجمال ببراعة كبيرة، حيث أنهم يمكنهم البقاء لمدة 7 أيام دون تناول المياه أو الطعام، والتي تمثل ميزة كبيرة للأشخاص الذين ينقلون البضائع فوق هذه الحيوانات بعبور الصحراء. بنية واسم هذه الصحراء الشهيرة. من ناحية، من الهام أن تعرف أن 30% من الصحراء تغطى بالسهول، بينما يتألف الباقي من مناطق صخرية. ربما توجد أكبر سهول في المغرب، وقد يبلغ ارتفاع أعلى قمم من هذه الرمال 300 متر. من ناحية أخرى، أود توضيح أنك ترتكب خطأ عندما تقول عبارة صحراء الصحراء على هذه المنطقة، لأن الصحراء باللغة العربية تعني الصحراء أو الصحراء الكبرى، ولهذا فإنك ترتكب خطأ شديدا بالتكرار. كما أن منطقة الصحراء تتألف من 11 بلدا، وهي الجزائر والمغرب والصحراء الغربية وموريتانيا والنيجر ومالي والسودان وتونس وليبيا ومصر وتشاد، ولهذا تعد مساحة هذه الصحراء شاسعة للغاية، وتبلغ 9.4 مليون كيلومتر مربع. وبذلك فإنه رغم عدم تصديق ذلك فإنها تعادل في الحجم الولايات المتحدة أو الصين.